مع الوزير في تقليد للنادي. دايما ما بيكون عندنا مناسبة كده صاحب المناسبة بيعزم الحقيقة كل السادة الحضور، فمن حسن الطالع انه الاستاذ طارق قنديل النهارده عيد ميلاده بيتزامن مع افتتاح الصالة، فعايزين نقول له كل سنة وانت طيب. فمش عارف حضرتك بقى هيعزم أسرة الكاراتيه ولا قرار مجلس إدارة هيكون ايه، لكن عموما كل سنة والاستاذ طارق قنديل طيب وعيلة الاهلي طيبين.